السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يمكن خلط الحليب بالمية بدون أي أضرار على الطفل؟ أنا دكتور حازم رجب، استشاري طب الأطفال، تابعوني. المية ممنوعة تدخل للطفل قبل عمر 6 شهور، وكلنا تقريبا عارفين المعلومة دي، لكن هنقول لكم ايه هي اضرار خلط المية بالحليب اذا كان الطبيعي او الصناعي. اول حاجة ان المية ما فيهاش اي قيمة غذائية للطفل، الطفل بياخد احتياجاته الكاملة من العناصر الغذائية من الحليب الصناعي او من حليب الام. احنا لو خففنا الحليب الصناعي او حليب الام بالمية ده هيسبب قلة او يمنع امتصاص العناصر الغذائية في القناة الهضمية. طب سؤال يقول، طب احنا بنخفف بودرة الحليب الصناعي بالمية، اشمعنى ما بقاش فيه ضرر وبيحصل امتصاص العناصر الغذائية؟ بالنسبة لموضوع ان احنا بنخفف بودرة الحليب الصناعي بالمية، دي بتبقى بمعيار وبنسب معينة. العلماء اكتشفوا ان النسبة دي هي المناسبة عشان احصل على عناصر غذائية وان ما يحصلش للطفل اضرار. في بعض الالبان بنخفف كل مكيال على 30، وده ستاندر، وفي بعض الالبان او الانواع الصناعية بنخفف كل مكيال على 60. فالنسبة دي مناسبة جدا لامتصاص العناصر الغذائية بتاعة الحليب اذا كان الصناعي او الطبيعي من القناة الهضمية. الموضوع لو زاد عن حده وخففنا اكتر او شربنا الطفل مية كتير بيسبب حاجة اسمها التسمم المائي. ايه هو التسمم المائي ده؟ ان كمية الصوديوم في الجسم كده هتبقى خفيفة نتيجة لكتر المية، وبالتالي هيحصل تورم في الانسجة، هيحصل تشنجات، وممكن يبقى مشاكل خطيرة للطفل. طيب الطفل هيحصل على المية ازاي مع اي انسان بيبقى محتاج المية؟ عاوز اقول لكم ان 80% من مكونات الحليب الطبيعي بتاع الام بتتكون من المية، وكلنا بنلاحظ في مقدمة الرضاعة لما الام بتيجي ترضع طفلها اول لبن بينزل في المقدمة بيبقى مية معكرة كده، او بتقولك عليه الام بتقول عليه ده خفيف، ده لبن خفيف. ده مش لبن خفيف ولا حاجة يا جماعة، ده بيبقى اكتر جزء من المية بيخرج في المقدمة. سبحان الله، ربنا بيبقى عامل الموضوع ده عشان يروي عطش الطفل في الاول قبل ما ياكل. فلو حضرتك لقيتي ان اللبن بينزل مني خفيف في الاول، اعرف ان هو اصلا بيبقى مليان مية، وده مفيد جدا للطفل. عشان تتأكدي برضو ان طفلك لبنك بيغذيه هتتابع مع الطبيب وتشوف الوزن، لو وزنه بيزيد على منحنيات النمو يبقى لبنك كويس جدا ومش محتاج اي حاجة، حتى لو المية بينزل خفيف او بينزل بمية معكرة زي ما انت بتقولي. طيب سؤال هيقول، طب في البلاد الحارة او في فصل الصيف بيبقى الجو حر جدا والطفل محتاج مية. برضو يا جماعة، العلماء اثبتوا ان ممنوع المية قبل 6 شهور حتى لو الجو حر جدا. طيب بالنسبة يا دكتور للاطفال اللي عندهم جفاف، بعض الاطفال الرضع بيجيلهم جفاف فعلا نتيجة للنزلات المعوية، واشهرها طبعا فيروس الروتا. وبالمناسبة دي بنصح الامهات انها تطعم طفلها تطعيم الروتا. التطعيم ده بيبتدي عند 1.5 شهر، ممكن نبتدي برضو من 1.5 شهر لحد سن 4 شهور الا اسبوع. الجرعة يا اما في نوع بيتاخد جرعتين بينهم 2 شهر، وفي نوع تاني بيبقى فيه 3 جرعات بين كل جرعة والتانية 2. ده بيحمي الاطفال من النزلات المعوية الشديدة الفيروسية خصوصا في فصل الشتاء. فاحنا دلوقتي لو الطفل عموما جاله جفاف هل هيحتاج مية؟ لا، الطفل لو جاله جفاف من النزلات المعوية الاحسن ليه محلول الجفاف. محلول الجفاف ده اكياس بتتباع في الصيدليات، احنا بنعمل كيس، بنفضي كيس على 200 سنتي مية مغلية قبل كده ونديهم للطفل واحدة واحدة، والدكتور هيوصف لك كل مقدار على حسب درجة الجفاف اللي عنده وعلى حسب درجة الاسهال اللي عنده. فاحنا دلوقتي بنقول يا جماعة ممنوع المية قبل 6 شهور، واديكوا شفتوا الاسباب معانا.
يا ريت بقى لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا اشتراك في القناة، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعارات بالفيديوهات بتاعتنا اول باول. شكرا.